فيديو جديد. كما شفتوا في العنوان اسفل الفيديو، نعم حقيقه لاوين موبيليز ب 200 دينار ب 20000 فقط. انا شريتها للاسف، شريتها ب 30300 دينار جزائري، لكن علينا 10000 مادات ما قلت. المهم راهي موبيليز دار عرض وما مسبونسوريزيني ما والو، راني حبيت نشارك معكم هذا العرض باه نزيد نبه واحد الخطوات وواحد النقاط ثانيه بالنسبه للمشتري. نعم اخي عزيزي المتابع، موبيليز دارت عرض لاوين ماكس اللي كان 1300 دينار جزائري او 130000، كان نعم كان 130000، الان هبط يعني بنسبه 75% ليصبح 20000 او 200 دينار جزائري. بالنسبه للعروض اللي تجي فيها، يعطيكم معاها 15 جيجا 4G بالطبع لابيس اللي راح تديها. قبل ما نهضر في العروض، انه الجماعه راح تتساءل على الارقام، الرقم تاعك راح يكون 0662 الى غايه 0667، تسمى قادر يكون انا طاح لي 0665، الصديق اللي شرى معايا طاح له 0663، تسمى سادي بوان يعطيوك رقم مليح ماشي كيما الرقم الاول اللي عندي انا 0673 ما يشبه الاول. المهم بالنسبه للعروض اللي راح تجي فيها، يعطيوك 15 جيجا 15 جيجا انترنت صالحه لمده شهر كامل، انترنت فيسبوك واتساب تويتر فايبر مجانيه شهر كامل حتى تخلص لك الفورفي تاع 15 جيجا، تبقى هذا الانترنت تمشي. زيد مكالمات مجانيه نحو موبيليز من موبيليز موبيليز مجانيه مده شهر كامل، زائد رسائل مجانيه، ويعطيوك 300 دقيقه مجانيه او 300 دقيقه مكالمات نحو الشبكات الاخرى. نعم 300 دقيقه نحو المكالمات نحو الشبكات الاخرى، يعني تقدر تعيط موبيليز ولا اوريدو 300 دقيقه اللي عندك. فهذا فقط بالنسبه للجماعه اللي يقول لك لا نشريها انا وعندي موبيليز راح تخليكش 100000، لا يا صديقي ما تخليكش 100000، راح تشري هذه ب 20000، خدم بها شهر الى ان خلاص، ومن بعد روح قلب الرقم تاعك والله ما على باليش، المهم تستغل الفرصه هذه راهي مجانيه تقريبا مجانيه 20000 ماده ما قلبت. بالنسبه للسؤال اللي راح يطرحوه ليه هو هل العرض يبقى ب 20000 بعد ما يخلص؟ لا، بعد ما تخلص داك لابونمون هذه تاع يعني هي شغل هديه تاع بدايه تاع البدايه، بعد ما تخلص لك راح تروح تعاود فليكسي 130000 والله خبي البيس تاعك وقلب بيس جديده، والله اللي حاب يشري بيس جديده موبيليز ها كاين عرض على وين، رقم جميل وخدمه رائعه. بالنسبه للجماعه اللي راح يخرجوا لنا لي كومونتير، خوتي والله يا انا راني عالي ها شاريها هاي لاوين وهاو التليفون تاعي راني شاريها، بصح والله الكونيكسيون مات لي، تمشي لي غير الكونيكسيون راهي تمشي لي غير في الولايه وين نلقى 4G، وين كاين 3G راهي تمشي بتدفق قليل، لكن واش نديرو عرض مجاني فيه مكالمات، يعني مكالمات راح يكونوا بسعر اقل و الله غالب امرنا مغلوب منه. المهم خاوتي قبل ما تروحوا ما تنساوش ديروا لنا لايك وسبسكرايب، تابوني لنا اي اخواتي، ابوني ودعمونا، نقدم لكم افضل دائما ان شاء الله. كان معكم الحليم، يو سلام.